أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم أنا وبيتي. يسعدني يكون معنا النهاردة ضيفنا العزيز القمص دانيال عازر، كاهن كنيسة القديسة دميانا بيكرسفيلد كاليفورنيا. أهلا بك قدس أبونا. أهلا وسهلا بك يا جينا. استكمالا لحلقات الحكمة، في أول حلقة كنا بنتكلم فيها عن الحكمة وهدفها، وكلمنا بعد كده ان احنا كيف نقتدي ونكتسب الحكمة في حياتنا. موضوع حلقتنا النهاردة هيكون عن أعداء أو معطلات الحكمة في حياتنا، وده اللي هنتكلم فيه مع قدسك في حلقتنا. أخذ بركة. أهلا بيك، تفضل قدسك. أعداء الحكمة زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة، إن كان وصي يعني وجود رب المجد في حياتي والروح الامتلاء من الروح القدس والكتاب المقدس والصلاة ووصاية النعمة عموما هي اللي بتخلي الإنسان يقتني الحكمة، يبقى الإهمال في الحاجات ديت هي العدو الأساسي للحكمة. لأن الإنسان اللي ما في حياته اللي مش في حياته رب المجد يسوع مش يبقى في حياته حكمة، فتخليه يتصرف دايما بجهل. فمن ضمن الأعداء بتاعت الحكمة اللي تخلي الإنسان يتصرف بجهل، وذكرناها برضو المرة اللي فاتت، الغضب. أي الإنسان الغضوب دوت ده بتبعد عنه الحكمة. ليه؟ مرات كتيرة تلاقي إنسان كان بإيده حق، كان هو بالفعل ليه حق في الكلام اللي بيقول، لكن نتيجة غضبه وانفعاله خسر الموضوع اللي بيتكلم فيه او النقطة اللي عايز يوضحها او الحاجة اللي عايز تتغير، فضاعت بيه بغضبه. ضاعت بغضبه. والغضب ده مرات زي ما ذكرنا برضو المرة اللي فاتت يخلي الانسان يقول على حاجات يندم عليها بعد كده من غير ما يقدر يصححها. صح. وتلاقي الغضب تخلي الإنسان ياخد قرار في وقت معين ويبقى سبب خسارة ليه، وياريته ما عمل كده. فالغضب ده من الحاجات يعني العدو من الأعداء الحكمة الأساسية للحكمة، لأن بتخلي الإنسان تغيب عنه الحكمة ويتصرفش بحكمة خالص. العاطفة والشهوة كمان ليهم دخل في ان هم يعطلوا حكمتنا؟ العاطفة والشهوة، هي الشهوة بتخلي الانسان يتصرف من غير حكمة، تخليه يتصرف من غير حكمة. عشان كده القديس بولس الرسول يقول صالبين الجسد مع الاهواء والشهوات، صالبين الجسد مع الاهواء والشهوات. فالشهوات دي محتاجة انها تصلب لأنها بتغيب العقل عن الإنسان. وندي مثل بكده في إنجيل معلمنا لوقا أصحاح 15، المثل المشهور اللي بيعتبروه يعني أمير الأمثال، اللي هو مثل ابن الضال. نتيجة الشهوة اللي جواه خلته أنه يتصرف بعدم حكمة مع أبوه ومع الثروة اللي أخدها والميراث اللي أخده، وإزاي أنه بذرها، وازاي ان هو عاش مع اصدقاء ضيعوا الحاجة اللي عنده، وانتهت بيه ان هو يرعى خنازير. انتهت بيه ان هو يرعى خنازير، فعشان كده ضاعت الحكمة منه نتيجة الشهوة. بالاضافة كمان لمسألة العاطفة، ان مرات العاطفة لما هي اللي تاخد الليد، تاخد القيادة في الانسان، بتخليه ما يفكرش. بتضغي على العقل. مش العقل هو اللي بيقود، العاطفة
اللي هي بتقود، فبياخد قرارات ويعمل تصرفات بناء عن العاطفة مش حاجة فيها عقل. يعني تلاقي مثلا الواحد عاطفته لولاده تخليه ما يعرفش ان هو ازاي يربيهم التربية الصحيحة وازاي يوجههم التوجيه الصحيح، لانه بيتصرف معهم بالعاطفة وبتغيب العقل. تصرفات الانسان يعني مع الناس اللي بتحصل حواليه كده، يقول لك ايه لو الانسان تصرف فيها بالعاطفة، العاطفة هي اللي بتسوقه. العاطفة هي اللي بتسوقه، ولكن الانسان الحكيم بيفكر. والله ادانا عقل علشان نفكر بيه، والانسان يقدر يوزن الامور قبل ما يعملها. صح، تعلق الام باولادها شديد خالص او حاجات كتير. شيء تاني يتسبون برضو من اعداء الحكمه هو الكبرياء. الكبرياء مرتبط بالعند، ودي طبعا مش حكمه. فيعني لو قلتك تحب تقول لنا نماذج من الكتاب المقدس او تدريب عملي في النقطه دي برضو، في الكبرياء وفي الخدمه. يعني كتير بنستكبر ونتضايق ونعند مع بعض كخدام. الكبرياء هي أول خطية، فهي كانت خطية إبليس. فزي ما مذكور في سفر أشعياء أصحاح 14 عن الخماسية الشريرة بتاعت الشيطان. في أشعياء 14 الشيطان ذكر 5 مرات بيقول I will، ان انا هعمل وهعمل وهعمل، هرفع كرسية وهجلس على فوق يعني جبل مرتفع وهكذا، فهعمل وهعمل. فديت الخطية بتاعت الشيطان. فعشان كده هي دي نفس الخطية اللي جرب بيها الانسان ادم وحواء، انه قال لهم يوم تأكل من هذه الشجرة انه هتصيران مثل الله عارفين الخير والشر. فخطية الشيطان، ودي أول خطية دخل بها الشيطان للإنسان. فعشان كده يسموها الكانسر بتاع السبريتشوال لايف، ده السرطان بتاع الحياة الروحية، لأنه قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. قبل الكسر الكبرياء، قبل السقوط تشامخ الروح. والكبرياء لأنه بيقول الله، آية ذكرت 3 مرات في الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد، يقول الله يقاوم المستكبرين، أما المتضعين فيعطيهم نعمة. الله يقاوم المستكبرين أما المتضعين فيعطيهم نعمة. نبوخذ نصر راجل حكيم بنى بابل وعمل فيها شوارع وأسوار وغيره، لكن لما تكبر ضاع، يعني فقد عقله فضاعت عنه الحكمة. ضاعت عنه الحكمة. في كبرياء في حياة واحد من الملوك، يعني مذكور في أخبار الأيام الثانية أصحاح 26 ومذكور في سفر أشعياء أصحاح 6 اللي هو عزية الملك. عزية الملك مكتوب عنه يقول عمل كل ما هو مستقيم في عيني الرب، وارتفع قلبه لهلاكه. اتكبر، عمل كل حاجة كويسة، ولما لقى ان هو بيعمل حاجات كويسة وكده فاتكبر. وده من ناحية حياتنا بقى الروحية ليه علاقة برضو كتير كتير. احنا يعني كتير بنشوف في الخدمة ان الانسان لما يتقن خدمة معينة او يعملها لمدة طويلة بيحس انه خلاص مش مستقبل الكلام ده من حد، ما يحبش حد يعدل عليه، انا عارف الكلام ده، انا بعمله، انا فاهم انت عايز تقول ايه كويس. ده بيعطل الخدمه وبيعطل. راي قدسك ايه في النقطه دي؟ يعني خالص، هو في رساله كورنثوس الاولى اصحاح 4 القديس بولس الرسول بيقول حتى لو الانسان عنده حاجه هيقدر يعملها او هيخدم بيها او يعني بيأديها كويس، لازم الانسان يبقى عارف ان دي عطية من عند ربنا. فبيقول في كورنثوس الأولى إن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ. يعني إن كان كل اللي عندك ده عطية من عند ربنا، والقديس أغسطينوس بيقول إحنا كل اللي عندنا خدناه من ربنا ما عدا الخطية. فإن كنت خدت دي من ربنا، العقل،
الطاقة، الصحة، الوقت، الجهد، كل عطية من عند ربنا. فلو عملت أي حاجة هي دي من عند ربنا مش بتاعتك. الحاجة التانية أنه في مسألة الخدمة أنه مين هيقول لي أو مين يصحح لي أو غيره. في الخدمة محدش مننا بيخدم بصورة يعني فردية، بمعنى أنه يخدم هو لوحده وبس. إحنا كلنا جسد المسيح وكلنا بنتكامل مع بعض. ومحتاج ان انا اسمع رأي اخواتي، ومحتاج ان انا اسمع مشورتهم، ومحتاج ان احنا نتعاون كلنا مع بعض. وان كانت الخدمة دي لأجل مجد ربنا يبقى من خلالي تتم، من خلال غيري تتم. المهم ان الهدف مجد، في مجد ربنا وبنيان الكنيسة وبنيان الخدمة بغض النظر عن الاشخاص. يعني لو بصيت لمسألة الأشخاص هو داخل موضوع الكبرياء، ومدام داخل موضوع الكبرياء تدخل مقارنات، ومدام داخل موضوع الكبرياء والذات يبقى محتاج أن أنا أقلل من شأن غيري، ومدام داخل الذات والكبرياء يبقى أنا لو حد جه صحح لي حاجة ولا انتقدني في حاجة ولا شار علي في حاجة يبقى مش هحتمل. وتثور الدنيا وتلاقيني اتقمصت ومرة تبطل ومرة يسيب الخدمة. طبعا تحصل كتير في الخدمة، فديت بتبقى خلاص كده الهدف بعد. شيء تاني يؤتسبونه برضو من الأعداء الحكمة الاندفاع والتسرع. احنا يعني كتير برضو بنندفع ونتسرع وبتعطل حكمتنا. احنا بنتسرع في الحاجات اللي مش واجب ان احنا نتسرع فيها. زي ايه مثلا؟ والحاجات اللي واجب ان احنا ما نتبطأش فيها تلاقينا احنا اللي بنتباطأ. يعني مثلا محتاج ان انا ما كسلش على التوبة. يعني دي لو عملتها حالا دلوقت مش هيبقى ان انا اتسرعت، ده انا عملت الحاجة المظبوطة. لكن التسرع والاندفاع في حاجات بتبقى أنا يعني فيها حاجات تغضب ربنا وحاجات أنا مش متأكد منها، هذه محتاجة المراجعة، محتاجة إعادة التفكير. ده أنا لو كنت فكرت تاني ما كنتش عملتها. أنا لو كنت فكرت تاني ما كنتش قلت اللي أنا قلته. ده أنا لو فكرت تاني ما كنتش رحت المشوار اللي أنا كنت هروحه. وده ليها مثل في الكتاب المقدس. المثل ده يمكن الناس ما تاخدش بالها منه كتير لأنه محتاجة تدقيق في اللغة. يقول يوناني النبي لما ربنا قال له قوم اذهب إلى نينوى، فربنا قال له شرق، فهو حب أنه يغرب فقام نزل إلى ترشيش. فراح وهو راح ترشيش راح ركب السفينة. فاكرة في مصر لما كان بيبقى عربية الأجرة، فكنت راح أركب عربية أجرة فأقول للسواق اتفضل يا اسطى عشان نمشي. يقول لي لا ده فاضل نفرين تاني. لازم العربية ايه تكملي. فانا مرات ابقى مستعجل فمندفع فاقول له ايه لا اتفضل اطلع وانا ادي لك اجرة النفرين اللي فاضلي. يونان النبي عمل كده. لو اخدت بالك في سفر يونان بيقول ما يقولش ان دفع اجرته. ده دفع اجرتها. اجرة السفينة. فقال له ايه امشي والناقص ايه انا هديهولك لان عايز ايه عايز ابعد انا عايز امشي بسرعه. فده فيها تهور، دي فيها اندفاع. طب وزي نحمي نفسنا من الاندفاع؟ يعني نعلم نفسنا من الاندفاع شو من في سفر الامثال، وده من اسفار الحكمه برضو. يقول انه مالك نفسه خير من مالك مدينه. مالك نفسه خير من مالك مدينه. وفي غلاطية إصحاح 5 عدد 22 و23 الأعداد المشهورة بتاعت ثمر الروح القدس. أما ثمر الروح القدس محبة فرح سلام، آخر ثمرة هي التعفف. التعفف دي بالإنجليش سيلف كنترول. فيبقى الإنسان عنده سيلف كنترول، يقدر يتحكم في نفسه. طيب ازاي من ثمر الروح؟ يبقى محتاج ان انا ابقى ممتلئ من الروح القدس. حد فينا
يقدر ياخد ثمرة من غير ما يزرع؟ لا، عشان اخد ثمر لازم يبقى في زرع، لازم ازرع. فلازم ازرع روحيات في حياتي يبقى فيها ثمر الروح، لما يبقى فيها ثمر الروح هيبقى فيها تعفف، هيبقى فيها سيلف كنترول. اقدر اتحكم في نفسي. مرات كتيره حاجات انا مش عايز اعملها ومش قادر اتحكم في نفسي فبعملها. وفي حاجات واجب ان انا اعملها وعلشان انا مش قادر اتحكم في نفسي فما بقدرش اعملها. لكن طبعا تتعالج، يعني مش صعب تتعالج. ان الانسان يسيطر عليها، تتعالج بالامتلاء من الروح القدس، المواظبه على وساطة النعمه والروحيات وكلمه الله، ومحتاج انه يبقى فيه تدريب. بولس الرسول في رساله فيليبي بيقول تدربت على كل شيء. فمحتاج ان انا ادرب نفسي. لما ادرب نفسي محتاجه مجهود، يقول عليه ديليجنس، ان انا استمر. زي ما يكون واحد مثلا بيروح يعمل تمارين رياضيه ورك اوت، يقول انا مثلا اعمل جايلين ان انا مثلا بارشاد كده اعمل ورك اوت، همشي ولا اجري لمده نص ساعه، تلاقي بعد 10 دقائق وتعبت، بس تلاقيني ايه بحاول مع نفسي. فمحتاجه تدريب للانسان. بالظبط زي اي فضيله. هل اصدقاء السوء برضو ليها بتعطل حكمتنا؟ خالص خالص، لانه احنا قلنا مش فاكر المره اللي فاتت ولا اللي قبلها، مساير الحكماء يصير حكيما. مساير الحكماء يصير حكيما. والمره اللي فاتت ذكرنا امثله لناس يعني اخذوا مشوره ناس بعاد عن ربنا فضيعتهم. يعني إيزابل، لما ذكرنا إيزابل ومشورتها الأخاب، شوف كان تأثيرها على إيه. لا ده أنا أقول لك على حاجة أكتر من كده خالص. مين أكتر واحد كان حكيم في العهد القديم؟ في العهد القديم سليمان الحكيم. ما كانش حد أكتر حكمة منه. طب خالص لما جاور نساء غريبات أجنبي خلوه يعمل مرتفعات للأوثان. صح، يعني سليمان الحكيم. سليمان الحكيم أثر عليه. فعشان كده محتاج الإنسان إنه شوف تأثيره حتى على الإنسان الحكيم. شوف تأثيره حتى على الإنسان الحكيم. عشان كده القديس بولس الرسول في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 15 لما قال إنه المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. وديت بيقولها بالإنجليش كتير خالص، يقول لك البير بريشر. البير بريشر، ان اولادنا مرات يبقى عندهم اصدقاء سوء، تلاقيه يسمع لهم اكتر ما يسمع لوالديه، او يسمع لهم اكتر ما يسمع للخدام اللي بيخدمه في الكنيسة، او اكتر من ما بيسمع لاب اعترافه. فيقول المعاشرات لا تضلوا، فان المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. صح، لا تضل فان المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. صح، فمحتاج الانسان انه هو يبقى واخد باله انه اصدقاء السوء ده بيتكلم عنهم في سفر يشوع بن سيراخ. سفر الحكم. بيقول انه في حد من اصدقاء السوء تدخله بيتك يخليك غريب وسط اهلك. جملة جميلة. أصدقاء السوء دول تدخلوا بيتك يخليه غريب وسط أهلك، يخليه غريب في بيتك. يعني دول أصدقاء السوء. فيأثر على الإنسان، وده بنشوفه كتير برضو على مستوى الأب والأم والأزواج، يعني في حياتهم الزوجية وتدخل الناس وكل واحد بيقول الكلمة اللي هي مش صح، فالبيت برضو يعني بيأثر عليه خالص. بيأثر عليه خالص. عشان كده محتاج الحاجة انهم الزوج والزوجة يتفاهموا فيها مع بعض، اما يبقى ليهم مرشد روحي وأب اعتراف كده يعرفهم ويفهمهم. لكن لو شاركوا حتى الاهل، سواء اهله او اهلها، افضل انهم ما يتدخلوش، افضل ما نشغلهمش معانا. لانه بتكبر الموضوع ما بتصغرهوش. وبتعقد الامور مش بتحلها في اغلب الاحيان. في اغلب الاحيان. فعشان كده بعولهم هم
الفاضي يعني من غير ما يبقى لها نتيجه. صح. فمحتاج الانسان ان هو يبقى عارف. بالاضافه كمان ان كانت ديت مش مفضله حتى بالنسبه لاهل، ما بالك لو كانوا دول اصدقاء سوء. ايوه تلاقيهم ضيعوا الدنيا. صح. ببساطه كده يقول لك خربوا البيت يعني. ايوه خربونا وضيعونا. صح. انا حابه ان يعني انا قلت لك قبل ما نختم حلقتنا ان احنا نلخص للساده المشاهدين اعداء الحاجات معطلات الحكمه. المعطلات لها، احنا قلنا البعد عن وسائط النعم. أيه. البعد عن الحياه مع رب المجد يسوع، البعد عن الكتاب المقدس اقعد بالاسابيع ولا شهور ابقى ما جرتش، اللي هو ما فيش الاوقات الامتلاء من الروح القدس، والمواظبة على بيت ربنا لأنه دوت اللي أنا بقتني منه الحكمة. بالإضافة كمان اتكلمنا على الغضب. أيوه. واتكلمنا على العاطفة، واتكلمنا على الشهوة. أيوه. واتكلمنا على الكبرياء، واتكلمنا على الاندفاع والتسرع. أيوه. واتكلمنا على أصدقاء. أيوه. السوء. كل هذه حاجات بتأثر في حكمة الإنسان، فمحتاج الإنسان أنه هو يبقى حريص ويحتاط منها. والله قادر يقول من تعوزه حكمة يطلب من الله، فنطلب أنه يدينا كلنا حكمة روحية علشان نعرف إزاي أن احنا نتصرف، لأن حتى القديس بولس الرسول قال في حكمة أرضية نفسانية شهوانية بيبقى معاها تحزب وغيرة ويعني كل أمر رديء، ديت بتبقى خبث ما بتبقاش حكمة. ربنا يبعدها عننا ويدينا الحكمة اللي نازلة من فوق من عند أبي نور. قدس أبونا دانيال عايزر كاهن كنيسة القديسة دميان بيكرسفيلد، أنا بشكر قدسك جدا على وقتك واستضافتك لنا، يعني أشكرك جدا. احنا خدنا بركة، ربنا يعوضكم كل خير ويبارك خدمتكم. شكرا. وينميها أكتر وأكتر يا رب. بشكرك شكرا جزيلا. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، بشكر حضراتكم على حسن استماعكم لنا، ونشوفكم في حلقات قادمة من برنامجكم أنا وبيتي. إلى اللقاء.